أمير حمزة، نعرف اللي من الحاجات اللي يعني خلفتها الثورة، ثورة الياسمين، الثورة المجيدة بالضبط، إنه أكيد فما برشا ناس أيضا اتضررت فيزيكمون، بما أنه كان فما اشتباكات، كانت فما يعني الأمور كانت تصعدت بالكدا بالكدا، وأنه لحد الآن فما العديد من جرحى وناس يعني توفيت في ظل هك الأحداث، أحداث الثورة، وعائلات الشهداء هذوما اللي طالبوا بحقوق أبنائهم. الملف يعني مشبك شوية، ومازال إلى حد الآن الأمور غامضة، وبعض بين سور الأطراف دائما تحتج وطالب بحقوقها. احنا حابين نعرف شنو وين وصلت الحكاية، خاصة اللي دائما نسمعه اللي برشا أطراف قاعدة تحتج، الناس قاعدة طالب بحقوقها. حابين نفهموا بأكثر تفاصيل الموضوع، أكيد باش ناخذوا مع بعضنا شخص أو يعني طرف كان شارك في الأحداث، هو من جرحى الثورة، وباش نفهموا بأكثر الموضوع، خاصة أنه صارت وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة البارح. مرحبا بك سيف. مرحبا بكم ومرحبا بكم مستمعين راديو حياة. سيف عرب منصور جاي من جرحى الثورة. والله البارح كانت عندنا وقفة احتجاجية على أثر مؤسسة سدينا بشحال، مؤسسة فداء اللي هو اللي بعثها رئيس الجمهورية، اللي هي تبع رئيس الجمهورية. وبقينا وما تعرف انت الميراث نتاعنا شاكي، ما قلت انت شاك وعنده 10 سنين توهيكه من الحكومة من إدارة الإدارة، كل ما كل عام مش نقولوكم مش نعاونوكم مش نقفوا معاكم، لين وصلنا المرحلة اللي الناس كلها معناتها تطلب، معناتها ثم شكون انتحر وثم شكون قاع طويق يحاول، معناتها سكت بيبان كل في وجهه، فهمتني؟ واخر الشيخ معناتها جريح اللي الناس كلها معديه هو محمد، فهمتني؟ لحقه قدام ولاية نابل، فهمتني؟ هذايا من بين ذات الاحتقان المجموعة من الجرحى وعائلات الشهداء، ولينا عصب اتصالات مع بعضنا، عملنا لقاء، فهمتني، على التواصل الاجتماعي، بينا باش نعمل وقفة احتجاجية قدام الحكومة باش نطلبوا مطالبنا، نقول لهم علاش، شنية السبب اللي هو الموضوع زي نتاع جرحى الثورة، وشنية المشاكل اللي فيه، وشنية علاش ما تحركش التو، شنية يعطونا أسباب، فهمتني؟ مش نفهم وتدى نحنا كان جرحى ونفهم سيف خان يعني بخلاف مؤسسة فداء، انتم شنية المطالب اللي قاعدة تتكرر يعني وتناديوا بها؟ المطالب هو العلاج اللي نحنا طريق ثم عباد ما عندش حق باش نجم تعالج، فهمتني؟ تمشي للسبيطار عمومي يقول لك جيب لي ورقه من الاداره، تمشي للمستشفى العسكري يقول لك لا مازال اسمك مش موجود، هذه حاجه الاولى. العلاج، التنقل ديجا بطاقه، فهمتني، تاع تنقل تو هيك من 2015 وافيه، كل ما يشدوا فيها السبب علاش بطاقه معناتها ما تكلفش معناتها 5000 فرنك ولا فرنك باش تبدل ولا كذا، ومجموعه من على شهداء. ثاني حاجه للناس ما عندهاش مواد رزق 10 سنين، فهمتني؟ ناس ما عندهاش لا مواد رزق لا حتى شيء. ثالث حاجه الكرامه نتاعنا، يعني ولينا نحن منعوتين بالصبان، الكل معناتها قبل كانوا جرحى الثورة بكم وعليكم، وانتم خربتوا وانتم وانتم سواق وكذا، وحتى اونو حتى واحنا حاب يعترف بكم، وحتى واحنا شافكم كذا، متعرفوا بعض الاهانات. ثاني حاجه معناتها الناس الكل معناتها اللي كيما قلت ثم فيه مجموعه من العائلات اولاد عائلات شهداء ومن جرحى قاعدين يتمتعوا بالوظيفه العموميه، اما ثم نسبه كبيره اللي هم ما عندهمش حتى شيء، حتى ما هو تزق حتى ناس برسمي. تمتش الاستجابة لبعض على قليل المطال؟ والله حاليا حسب الوقفة الاحتجاجية اللي صارت البارح ثم وعود، فهمتني، اللي هي باش تكون ان شاء الله 3 مارس تكون ثم جلسة مع رئيس فريس الحكومة غاديك مع عائلة شهداء وجرحى الثورة، اللي تصريع في الحل مؤسسة فداء اللي معناتها اللي تعرفي اللي جاء في المرسوم 2022 تاع المرسوم الشهداء وجرحى الثورة اللي جاء تفعيل فيه، فهمتني، هذا اللي هو الطريق حسب الجلسه اللي صارت البارح في الحكومه. واضح، يعني فما هكا على قليل بادره هكا نتاع انفراج وتفاوض ما بيناتكم ما بينات الحكومه. ثم حاليا ثم ديجا الجلسه اللي البارح الوقفه الاحتجاجيه بها، هذه النتائج نتاعها الحاليه، نستنى نحن نهار 3 مارس، فهمتني، بنشوفوا شنو هي خاطر هما عطونا
مجموعة حتى قالوا لنا هاي المؤسسة تاعكم حاضر وديجا ثم اعتمادات موجودة ثم كذا، أما نهار 3 مارس نعملوا جلسة معاكم ونشوفوا شنو هي النواقص كذا وشنو نجمو نقدموكم كذا وإن شاء الله دوسيكم محلول. حاجة بيه حاجة بيه حاجة بيه هذه حاجة إيجابية ونقطة إيجابية. إن شاء الله هكا إن شاء الله احنا نتبع معكم زل الملف سيف، وإن شاء الله هكا المؤسسة يتم تفعيلها وتم أكيد يعني الاستجابة لمطالبكم. مشكور جدا سيف اللي دخلت معنا وضحتنا بعض النقاط. أمير كان مالوغوزمون اللي سمعناه فما برشا هكا كلمات منهم يمسوا، خاصة كما قال فما كلام يوجع، قالوا سيف قال ولينا منعوتين بالصبع مالوغوزمون اللي معناه حقيقة موجودة وبرشا من خلينا نقولوها بالحق هو سي فري، يعني برشا من الناس راح ضحية الأحداث هذيك. فما حتى شكون كما قلت أنت في الأفلة عملت لا يد ولا ساق ولا يلقى روحه مالوغوزمون فك الاشتباكات هذيك، خسر يد خسر ساق، صارت له تشوه خلقي، يعني برشا حاجات صارت وراحوا ضحيتها برشا الناس بتتخ ما عملت ما عندهمش ذنب يعني في اللي صار. والناس هذه اكيد طالب بحقوقها، كم احنا في دوله ديمقراطيه في دوله تعترف بالحقوق والحريات نتاع مواطنيها، ولكن مالوغوزمون نقول لك راه ولينا منعوتين بالصبع كهنا احنا يعني عندنا ذنب والا يعني بشتى الانواع. شنو قولك في اللي كنت تسمع فيها امير؟ والله الساخ نرجع من الاول نرجع من الأول، الملف هذا تقريبا السياسيين الكل خدموا به بالضبط، اي حكومات متعاقبة الكل الحكومة اللي جيت تخدم به تحطوا على طاولة الأولويات وجرحى الثورة وجرحى الثورة وباش نعملوا لهم باش نعملوا لهم. اليوم 10 سنين تقريبا هما مماطلة تسويف هتو هتو هتو، كما قلت انت زدرة يعني عندهم الحق، ثم عبيدرة خسرت تخدمها خاطر ما عادش صارت له إعاقة صار له تشويه ما عادش نجم يخدم، ثم شكون معناه ولا عاجز على الحركة معناه هذم الناس اليوم 10 سنين لتو يشوف يا اي تقضي ولا تقضي يا نور يا باش تعمل لهم يتعوض لهم ولا قل لهم ما عنديش وما نجمش وشوف حل لحيات هذي. كل مرة يخرجوا لك تقول لهم بيه هاو باش نقعد ونحكي يركحوا هم يزيدوا 4-5 شهور يعاودوا يعملوا وقف تخرج لهم الحكومة هاي ها باش نحكي ونعملوا نفس الحكي لهما خدمة ولا حياتهم تبدلت كيما برشا شفتم الجرحى الثورة ومتاع الملف متاع النواب متاع المعلمين النواب ومتاع العمال الآلية والحظائر راهم كيف كيف كان المماطلة والتسويف وبالحق راهو دوسي يخذي اكثر من وقته 10 سنين توا على الثوره ولا اكثر قيت انه ننظر بالمواد الجديه يعني تقريبا القائمه تقريبا القائمه محدده الاسماء موجوده وكل حد مشكلته معروفه، لذلك يا ما تفاعل تمشي في التفعيل نتاع القرارات وتعطيهم الحلول ولا سيبهم المصير نقول لهم لو ما عنديش الحل واضحه ان شاء الله الحقيقه توضح الصوره والامور بالنسبه اكيد للناس المعنيه ويتم الاستجابه لمطالبهم وتتوضح الرؤيه على قريب. احنا حابين هكا نتبعوا الملف ومازلنا اكيد دائما نتبعوا الملفات من نوع هذا. ومشكورين الكل اللي تبعتونا وشاركتوا معنا، مشكور امير وكنت هذه تور دو تابل. تور دو تابل. تور دو تابل.